السيارة في إضراب وطني بدأ الأحد صباحا ويمتد ليومه الثلاثاء مع إمكانية إضراب مفتوح إلى حين تحقيق مطالب نحو 1000 عام. الإضراب فتح باب المجانية في بعض النقاط تحديدا. نتابع معك حسن الحمادي وعبد الإله عماد. مستعمل الطريق السيار يتنفسون السعداء بعد أن أصبحت الخدمة مجانية، لكن هذه المجانية مؤقتة فهي مرتبطة بالإضراب الذي يخوضه المستخدمون التابعون للشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. كنا هنا اليوم ما خدامينش، حنا كنحتجوا، حنايا هنايا كنطالبوا بالترسام، لان كاينين هنا راه الناس راه كاينين 11 عام وهما في هذه الخدمه وما عندهم والو، الحقوق ديالهم مهضومه، ما كاين حتى حاجه، والو ما كاين والو. واضافه الى المخاطر اللي كاينه هنا، الناس كيخدموا الليل، يعني ما كاينش عندهم شي تعويضات. نفس مشهد الاحتجاج ونفس المطالب كما هو الشأن هنا بالنسبة لمحطة بوسكورة، فالأمر يتعلق بإضراب يخوض حوالي 1000 مستخدم على الصعيد الوطني. كنحس دائما أنني مهدد بالطرد، كنحاول أنا حتى أنا باش نكون كاع بحال كاع المغاربة، نكون أنا مستقر ونكون حاس يعني عندي وليدات عندي كل شيء. نعم، بالنسبة لهنا المداخل لا تعد ولا تحصى، الفلوس كتدخل يعني بأموال طائلة، مداخل خيالية، المعدل ديال 80 مليون تقريبا اللي كتدخل يوميا. لكن كيف تجاوبت الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة مع الملف المطلبي لنقابة المستخدمين؟ المطلب الإدماج اللي تيطالبوا به المستخدمين ما يمكن شيء، مستحيل، ولكن كيبقى باب الحوار يعني تيبقى مفتوح، وما عندناش أي مصلحة لتغييب مثلا الحق ديال هاد المستخدمين او لهضم هاد الحق اطلاقا. بالنسبه للصالير ديالنا راه ما كيتعداش 2000 درهم، زائد انه ممكن انك تخدم في لاكيس انك تقدر تجيب واحد النقص ديال واحد المعدل، يعني كيتحسب عليك، كيتخاد لك من الصالير ديالك الشهري. نحن بدورنا نتساءل حول الاجر الشهري لهؤلاء المستخدمين والذي لا يتجاوز 2000 درهم، وهو اجر لا يراعي الدبلومات المحصل عليها ولا حتى الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع المرابطة بمختلف المحطات الطرقية عبر المغرب.